حليمة، 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 حليمة ابنتي، افترقوا، عودوا للوراء، سنلتقي في حلب، هيا اذهبوا، هيا لنفترق. حليمة أختي، هيا جيت، هيا أختي، هيا هيا أختي، هيا سنذهب فورا، هيا تحرك من هنا بسرعة. سيدي إنهم يهربون. أرطغرل محاصر ولن يهرب. دعنا الآن نمسك بالأمير الصغير لنجعل سيدنا مسرورا. إلى الخيول. أنتم تابعوا المسيرة وأنا سألحق بكم. هيا هيا. Ah!
الحق بهم أنت سيدي، سنحمي ظهوركم. هيا إلى الخيول. سأجعل سافلة سيلجان تندم على يوم ولادتها يا إيفا. ستدفع ثمن خداعها لي غاليا جدا، وسأكون وراءها دائما مثل الأجل. يجب أن تحذر من سيلجان سيدي، تتجول في القبيلة مثل كرة اللعب، تحرق كل شيء تصادفه بطريقها. أنا كورد أوغلو سيد القبيلة، وأعرف كيف أحول هذا اللهب إلى رماد. ستأخذين روحا من روح تلك السافلة قبل أن يصبح الطفل الذي في بطنه على يدها، وتتمايل فرحاً لأنها أعطت حفيداً للشاه. سنجعل هذا الطفل يموت. هيا ابتعدي. أحضرت لك الحليب، انهض. هيا أجبني، أنت من قتل أبي بايبورا؟ خذي يا ابنتي. عمل موفق، عمل موفق أختي. نحن جاهزون بإذن الله سيد غوندوغدو. خيرا يا سيدي، هل هناك ما يزعجك؟ أراك غير مرتاح وقلق. الأخطار حولنا يا دلدمير. عندما تذهبون إلى حلب سأرسل معكم رجالا أثق بهم. أنت ابن السيد وسيد أيضاً، ولست مجبراً أن تقول لي كل شيء تعرفه، لكن إن كان هناك ما يجب أن أعلم به فستقوله لي، أليس كذلك؟ أنا أقصد أن الحذر جيد في كل وقت. من الآن لا نستطيع الوثوق بالغيوم ولا حتى الريح التي تهب علينا. على كل حال، هل جهزت الأشياء الخاصة بك؟ ما الذي تقوله سيدي؟ ما الأشياء التي ستكون عند رجل مثلي؟ تبقى علي الآن أن أودع شخصاً ما، إن كان هناك وقت أتمنى أن تأذن لي. ابتعد.
جيت. هيا أجب، أنت من قتل أبي بيبورا؟ لقد كان أبوك بيبورا مثل أخي يا بني. الذي قتله من يخاف على السيادة مني أنا وأبوك؟ ماذا تريد أن تقول؟ اسمعني جيدا، قاتل والدك هو سليمان شاه. من عرفناه سيدا ووضعناه تاجا على رؤوسنا، أيعقل أن يغدر بنا أبي؟ لن أكون ابنك ومن صلبك لو تركت هذا الأمر دون حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. سأذهب عزيزتي إيبالا، سنهاجر من هنا. القافلة أصبحت جاهزة، لكنك هذه المرة لن تكوني معنا في هذه القافلة، ولن تري وطننا الجديد. وبعد أن ننصب خيامنا سأزوج ابنتنا آيكس. يومها أنا سأذهب وأبكي وحدي بعيدا عن الأنظار، ولأنك لن تكوني معي فلن تستطيعي مسح دموعي. عندما يأتي الوقت المناسب ستمنحني حفيدة، ولكنك لن تستطيعي أن تحملي حفيدنا. قلبي الذي رأى الحرب ورأى القتل والعذاب سيتعب أكثر بسبب غيابك. أفتقد من يقول لي هيا قم يا ديلدمير، قم عزيزي. من الذي سيصنع أسلحة ليقاتل فيها محاربون غيرك أنت؟ عرفت أن هذا العالم مجرد مسكن مؤقت إيبالا، وعندما يأتي ذلك اليوم ويحين الوقت سأذهب إلى مستقري الأخير، وفي ذلك اليوم نلتقي. وهذا ما يواسيني يا إيبالا. وعندها سأفتح عيني وأرى المرأة التي أحببتها، وإلى أن يحين ذلك الوقت وأنت تحت التراب البارد أنا سأعيش في برودة أبرد من ترابك بسبب ابتعادك عني. أردتك أن تعلمي. رحمك الله يا إيبالا. رحم الله أباك يا فتى. هذا هو حال الدنيا، نزل من بابين. شكرا لك سيد ديلدمير. الدنيا هي النزل ونحن النزلاء، وسيأتي يوم وتنتهي إقامتنا وننزل تحت هذا التراب. أنت محق يا بوزوك، أعانك الله على الصبر. على كل حال نلتقي في الوطن الجديد، كان الله معك. مع السلامة سيد ديلدمير، يسر الله طريقكم. لقيت، لا تقترب، اترك الفأس وإلا قطعت عنقه.
قيدوه. علينا الاسراع ايها الامير. كلما بقيت على ظهر الحصان سيزيد نزيفها سيد أرطغرل. لنتوقف هناك، هيا. أرطغرل ومن معه أصبحوا في قبضتكم الآن، أليس كذلك؟ سيدي أرطغرل ومن معه. إياك أن تقول لي أنهم هربوا منكم. الرحمة سيدي. جوكجي، ضعي هذه المراهمة في مكان ظاهر حتى لا نبحث عنها ونحن في الطريق. حسناً. سيلجان، لا تحملي أشياء ثقيلة، صحتك لا تساعدك على هذا. أتعرفين ما كنت أفكر به؟ تخلفك عن القافلة وأنت حامل ليس جيداً. تعالي أنت وجوكجي معنا. شكراً لك أمي، لا أعرف رأي جندوكدو بهذا. لن يعارض على الأغلب، لكن معك حق، هو زوجك والقرار له. وأنتم خذوا خزانة الأسلحة تلك. جندوكدو، أمي هيما قالت لي أن أذهب معهم أنا أيضاً كي لا تقلق علي، فمنذ البارحة وتفكيرها مشغول بي. خيراً، وما الذي حدث البارحة لكي تقلق؟ لقد تألمت كثيراً وخافت أن أتعب في القافلة ويحدث لي شيء وأن يصيب الطفل مكروه. أنت ستبقين هنا، أنا أصبحت قلقاً بعد ما حدث معك، أريدك أن تكوني دائماً معي.
هذا يعني أنك قلق على ابنك؟ سأبقى بجانبك دائما كما تريد كوندوكتو. سيدي، أردنا منع الهجرة فلم ننجح، قلنا سننهي أمر سليمان شاه ولم نستطع. الأفضل أن تقول ما تريده حتى تريح سرائرك ألبارغو. صباحا أطلقت الكلب المسعور على سليمان شاه، والآن سوف تذهب لوداعه؟ لم أعد أعلم ما الذي تحاول فعله يا سيدي. لو كان عقلي لا يرى خطوة واحدة فقط إلى الأمام لكنت قد سميت ألبارغو مثلك أنت. لكنني أعرف أين سيسقط سهم الرامي قبل أن يخرج من قوسه، ولذلك سموني كورتوغلو. ما الأمر أختي؟ لا تقلقي حبيبتي، لا تقلقي، فخروجك مع الأم هيمة في الطريق هو أمر أكثر من جيد، ولكن يجب أن تستفيدي منه. منذ أن مرض سليمان شاه وأنت لا تفترقين عنها، وإن استمريت على هذا المنوال طوال الرحلة فستكونين أقرب للأم هيمة. لن أتركها أبداً، لا تقلقي أختي. هذا ما أريده منك، وإياك أن تتركي لها مجالاً للتفكير بعروساً لأرطغرل غيرك أنت، ويجب أن تذكريها بموضوع زواجك منه لكي لا تتراجع عن ما قالته. وماذا عن أرطغرل؟ ألا تعرف الأم هيمة بحبه لحليمة؟ الكلام يقال مرة واحدة جوجي، وهي قالتها بوضوح، واللعب بمشاعر فتاة طيبة وتدمير أحلامها لا يليق بالأم هيمة. وإن لم تذكر ما قالته لك فأنت ستذكرينها. أختي، هل تعرفين لما لم أبتعد عن الشاه سليمان منذ بداية مرضه؟ فقط لأنك قلت لي أرطغرل لا يخالف أمراً لأبيه، وإن قال الشاه سليمان ستتزوجاني يكون الأمر قد حسم، ولهذا السبب دائماً أدعو له بالشفاء لكي يعود كما كان، لأنه حين... ما الذي تقولينه؟ بدل هذه الدعوات المشؤومة ادعي أن تقف الأم هيمة في وجه أرطغرل ليتزوجك. جوجشي، يجب أن تفعلي ما بوسعك وألا تيأسي حتى تصبحي عروساً لأرطغرل. إن شاء الله ستجد الشفاء في الأرض التي ستذهب إليها وستتعافى من مرضك حتى تكون قبيلتنا قوية في الوطن الجديد. اقتربوا بها أكثر. ارضي عني يا أمي. أنا راضية عنك كوندوكتو. أبي الآن أمانة عند الله وعندك. لم نعد نعرف الصديق من العدو، وطريقكم خطر فانتبهوا. وأنت قبيلتك وزوجتك وولدك أمانة عندك، وإن لم تستطع تأمين كل ما هو مطلوب فلن يهاجر بسهولة. عملك صعب جدا يا ولدي، وفقك الله كوندوكتو. شكرا أمي، ولا تقلقي على أحد، فكل الناس وماشيتهم سوف يكونون أمانة عندي، وسنصل إلى حلب سالمين إن شاء الله. إن شاء الله. هيا يا أبطال، بسم الله.
ليكن الله معكم وليكتب لكم السلامة في كل خطوة أمي. إن شاء الله سنلتقي معا هناك وستقيمون الأعراس وتحملون أحفادكم. إن شاء الله يا ابنتي، إن شاء الله. إن شاء الله سوف نسمع قريباً خبر تعافي أخي بالدم. يسر الله لكم طريقكم هيمة. دمتم في أمان الله. سيذهب المحاربون معكم، لكن مع ذلك الحذر واجب. تعرفون الأعداء حولنا. لا تشغل نفسك بنا كوردو. ولا تنسى يا رحمن ما تعلمته بالأمس. الأفعى لا تستخدم الباب. كيف وضعها أيها الأمير؟ الأفضل أن ننزل ونتفقدها. يجب أن نبقى أكثر، فالبقاء هنا خطر. يجب أن نواصل المسير، سنجد من يعالجها في حلب. حسنا. أرطغرل، هل تستطيعين التحمل؟ نعم أستطيع سيد أرطغرل. يا رب اعف عن ابنتي وارحمها، فإنها بريئة يا ربي. أعلم أن أبواب رحمتك مفتوحة في كل وقت. أنت الغفور يا الله، وأنت القهار، وأنت خير المنتقمين، فانتقم لنا واقهر الظالمين بقدرتك. تعرف أنني لست أنا الظالم، بل أنت، فإلينورا ماتت بسببك. إن سجنت 1000 سنة أو قتلت على يدك 40 مرة فلن أنفذ ما تطلبه مني وأحقق مآربك. منذ صغارك وأنت هكذا، صدقني هذا العناد يجعلك بغيضا جدا، لكنني أعرف جيدا كيف سأخلصك منه يا أخي. يبدو أنني كبرت في السن يا ماركوس، ذكرني، ما هو اسم ذلك البدوي الذي تعرفنا عليه البارحة في حلب؟ الأندلسي المعروف بمحي الدين ابن العربي. أفضل من أن أقتلك 40 مرة، أقتله مرة واحدة، هكذا ينكسر عنادك. لا تستطيع أن تقتله، وتعرف هذا جيدا. أنت محق، وحتى عندما كنت طفلاً كنت هكذا عنيداً وذكياً، وهذا الرجل يلزمنا وهو حي حتى نستطيع الحصول على ذلك الصندوق، لكن هذا لا يعني أبداً أنني
لن أمسك بذلك البدوي وأرميه في الزنزانة المقابلة لك. ترى ستستطيع رؤيته وهو يتعفن يوما بعد يوم أمام عينيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم بهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. خذي يا ابنتي. عمل موفقا آيكوز. شكرا لك. كيف حال سيدنا؟ سيتحسن إن شاء الله. إن شاء الله. حاجية عرسك؟ أول عرس في المخيم هو عرسك أنت، والثاني أنا وأرطغرل إن شاء الله. جوجي، أنا أعرف أنك تحبينه كثيراً، لكنك تعلمين أنه ينظر إليك كأخت له. أنت تبنين آمالك في الهواء، هذا لا يجوز، لأنك ستحزنين بعد ذلك. غير صحيح آيكوز، فأنا لم أجعل من نفسي عروساً له. سليمان شاه قال للسيد أرطغرل حين ينتهي الرحيل سوف أقيم عرسكما. هيا تجهزوا، سنخرج إلى الطريق. هل تظنين أنه سيتقبل الموضوع؟ إنه يحب حليمة كثيراً، وبرأيي إن لم تري هذا فأنت عمياء جوجي، لهذا لا تحلمي أحلاماً لن تتحقق أبداً. تعرفين أن هذه الأمور قسمة ونصيب. بالطبع أعرف، ولكن الدنيا كل يوم في حال. انظري، أنت وتورغوت حبيبان منذ طفولتكما، لكنكما لا تستطيعان الاجتماع الآن، فلا تنسي هذا آيكوز. الفتاة تركب على الحصان وتبحث عن نصيبها. Thank you.
إما أن تتكلم وتعترف اليوم أو سأطعم جثتك للكلاب. أنا أعرف أن شخصاً ما ساعدك من داخل القصر، فهيا أعطني اسماً وأنقذ حياتك. ما الذي يحدث له؟ إنه سم. من الذي أعطاه إياه؟ هل دخل أحد غيرك إلى هنا؟ لا لا أظن، لا أحد يعلم بوجوده هنا غيري، حتى الحراس لا يعرفون من يوجد في الداخل. لم آخذ منه كلمة واحدة. في القصر جاسوس ويجب أن أمسكه في أسرع وقت. أسماء، يجب أن لا يرى أحد هذه الجثة، فأياً كان من ساعده وأعطاه السم فإنه سيعود إلى هنا ليتأكد من موته. سيدي، إن أذنت لي سأتولى أنا أمر جثة الرجل. أعرف طريقة للتخلص منها. عند وقت تبديل الحراس سأخرجه دون أن يشعره. أسمع، لا أعرف كيف سأكافئك. أنقذت حياتي من قبل، والآن تخاطرين بحياتك كي تساعديني. سأضحي دائماً في سبيل خدمة الحق وخدمة سيدي المربي، وأعتبر هذا شرفاً كبيراً لي. سوف نحل هذا الموضوع. أياً كان من فعل هذا فسيلقى جزاءه العادل بإذن الله. بيتروتشو صديقي العزيز. كاردينال، أنا آسف جدا لمصابك يا صديقي، وأتمنى ألا يكون موتها قد ذهب هباء. إلينورا ضحت بنفسها من أجل قضيتنا يا كاردينال. وهل نفعت تضحية ابنتي أخيك في شيء؟ لا أظن، فإلى الآن لم تقترب خطوة من الصندوق الأسود. جيوفاني يقاوم إلى الآن، لكنه سيستسلم في القريب العاجل، فأنا أعرف جيداً بأن قلبه رقيق. ولما أنت واثق من أن جيوفاني سيتكلم ذات يوم؟ لأن بيننا أصدقاء مشتركين في حلب. أصدقاء لأخيك؟ لا، فجيوفاني لم يعد أخي بعد الآن، فقد قرر بملء إرادته أن يخون قضيتنا، وهو الآن يدفع ثمن اختياره في زنزانته. بيتروتشو، بيتروتشو، نحن لا نحاسب من خاننا فقط، نحاسب من لا يقوم بعمله جيدا. إن كنت تريد مني أن أقنع البابا بحملتك الصليبية الجديدة، يجب عليك استرجاع الأمانات التي سرقها منا المسلمون. وإلى أن يأتي يوم عودتي إلى أوروبا سأذكرك بهذا كل يوم يا صديقي العزيز بيتروتشو. ماذا هناك ماركوس؟ تيتوس عاد إلى القلعة سيدي. ابعد يدك، ابعد، ابعد.
ممتاز. ثلاثون فارسا وقائدهم، عادوا إلينا باثنين من التركمان. ممتاز، عمل رائع. لكن هذا الطفل ليس عاديا حضرة الكاردينال، إنه يكون أميرا سلجوقيا. هذا الطفل أليس واحدا من الأمراء الذين هربوا منكم؟ ومن يكون هذا؟ هذا هو جلادك. أحسنت تيتوس، أنت دائما تظهر شجاعتك أمام الوحش المجروح، لكنك تحاول البحث عن جحر لتختبئ فيه عندما تهاجمك الأسود. أنا ذاهب إلى أنطاكية، لدي بعض الأعمال في المدينة، وعند عودتي سأخذ أمانتي منك. انتبهوا جيدا لهذا الشاب في غيابي. أتمنى لك رحلة موفقة كاردينال. أياخذوا ضيفنا إلى قصره بسرعة، وأخذوا الآخر معه أيضا، هذا التركماني البطل، سأجعله يتوسل إلي كي أقتله. في البداية سنزور صديقا سيهتم بحليمة ونأخذ منه البركة. حسن، تحملي يا ابنتي، تحملي، بقي القليل. عظيم الشرف، تعالوا فكوا وثاقنا. هل أنتم خائفون منا؟ هل نحن نعامل أسراكم بهذه الطريقة؟ هل أنت بخير؟ لا تتعب نفسك بصراخي أيها الشاب، فلا أحد هنا سيسمعك ولن يفهم مشكلتك. الوحيد الذي يسمعك هنا هو الرب فقط. ومن تكون أنت؟ حذرتك عدة مرات ولم تفهم. قلت لك مرارا لا يجب أن يأخذ حقدك الشخصي مكان المهام المكلف بها، ولكنك عصيتني ولحقت بذلك التركماني لتمسك به، وفقدت 30 من فرسان الأبطال بسبب عصيانك للأوامر. أطلب منك السماحة يا سيدي. ألم ترى كيف غضب الكاردينال وانزعج عندما رأى أفعالك الغبية؟ لقد تسببت لي بفضيحة وجلبت العار لكل حراس المعبد. مرة أخرى إياك أن تأتي وتطلب مني العفو إن فعلت ذلك. أفهمك تماما سيدي، لكن ماذا يا تيتوس؟ أرطغرل كان ذاهبا إلى حلب، وكنت أعتقد أن الموضوع يهمك. حتما هو مبعوث الكايلار وسيذهب للعزيز برسالة. سأعطيك فرصة أخيرة تيتوس. ما الذي يجب علي أن أفعله سيدي؟ تذهب إلى حلب فورا. تكلم مع ناصر، ثم تتابع العمل هناك بنفسك، وبعدها تنظف القذارة التي تسببت بها. طوع أوامرك سيدي. أولا أريدك أن تكمل مهامك تجاه المسيح تيتوس، ثم سيكون أرطغرل ملكك ويمكنك أن تفعل به ما تريد. We'll be right back.
الحمد لله. الحمد لله الذي جمعنا بكم. لما تأخرتم قلقت عليكم كثيرا وصرت أفكر في أشياء سيئة جدا. أين هو تورغوت؟ لما لم يأتي يا جيت ألب حتى الآن؟ اهدئي يا ابنتي اهدئي اهدئي. سنحضر الحكيمة إلى الزاوية. أخونا ضحى بنفسه فليكرمه الرب على ما فعل وليسكنه مملكة المسيح. ترى هل سيسهل موته عملنا؟ الأمير ارتبك جدا بخصوص موضوع شهاب الدين، فالرجل اتهمه صراحة قبل أن يموت، والآن بعد أن يجده مسموما في غرفته من يدري ماذا سيفكر العزيز تجاه شهاب. بقي عليك أن تكمل المهمة. يجب أن تعظم الشكوك التي تجول في ذهن العزيز. هذه الليلة سأكون ضيفة الأمير وسأستغل أفضل فرصة لأهمس في أذنه ما قاله لي سيدنا، ولا أظن أنه سيعارض كلامي. إفتاليا، لا ترهقي نفسك في العمل. أنا اسمي أسماء عند العزيز، أما عندك وعند حراس المعبد فاسمي إفتاليا، وأقوم بما هو مطلوب. سآخذ الطعام إن انتهيت من الأكل. يا جيت قلب لم يأتي بعد بابا، يا جيت قلب لم يأتي. يا الله أعنا على بلوانا ولا تتركنا عاجزين يا رب. آمين يا شافي، يسر الشفاء لهذه الفتاة. يا امرأة، كيف هي صحة ضيفتنا الآن؟ قال الحكيم بأنه سيأتي في الصباح بإذن الله. إن شاء الله. سنذهب لدار التوحيد، شيخنا يريد رؤيتك. هل جاء ابن العربي؟ اذهب أرطغرل، أنا سأنتظرك هنا.
ما هذه الوقاحة؟ استأذن قبل أن تدخل. كورد أوغلو، هناك من لم يدخل خيمة الشاه من بابها، بل شق قماشها ودخل، وأنت تطلب مني الاستئذان؟ قل ما جئت لتقوله غوندوغلو، فليس عندي وقت لك. لن أقول لك أي شيء حتى يفتح أبي عينيه، لكن بمجرد أن يفتحهما أقسم لك أني سأتكلم، وحينها لو انطفأت كل نجوم السماء لن يستطيع أحد أن يخلصك مني. بالمناسبة القوس يحتاج إلى سهم، واضح أنك نسيت بسبب الخوف الذي يتملكك هذه الأيام. جلبت لنا معك السرور يا بني، وقد شرفتنا بزيارتك، فأهلا بك. أنا من سر برؤيتكم. الله حماكم، حفيد شيخنا ومعلمنا أخبرني بما أصابكم. شيخي، فرسان المعبد أرادوا قتلي عند أول زيارة لي إلى حلب، ولكنني نجوت من هذا بفضل دعائكم. كنت قد رأيتك في الحلم. الفضل لله يا ولدي، إياك أن تنسى أنه صاحب الفضل، وإياك أن تخبر أحدا حتى إخوتك بما رأيت. فيوسف عليه السلام أيضا قد رأى رؤية، فقصها على والده كي يفسرها له، وكانت أول جملة قالها سيدنا يعقوب: إياك أن تخبر أحداً برؤيتك هذه، لا تنسى هذا، صاحب الأسرار لا يعطي سره إلا لحافظ السر ومؤدي الأمانة. مفهوم. انظر، جاء الضيف، إنه ذو سر ويحترم أصحاب الأسرار. أمدنا الله بشفاعته جميعا. كان السلطان الجيلاني قد قال: الطيور تطير مع بني جنسها، فالنسور تطير مع النسور، والغربان تطير مع الغربان، وواجبنا هو جمع هذه الأجناس مع بعضها. الحمد لله. أنتما أمانة الله، ثم أمانة بعضكما البعض. هيا حلا الأمور التي بينكما. ماذا يريد حراس المعبد منك؟ أخي دوغان؟ نعم أخي، تكلم. هل تورغوت وياجيت سيكونان هنا في هذا الصباح؟ صدقني لا أعرف يا أخي، واجهنا كثيرا من المشاكل والحروب، ونجونا من الصليبيين والذئاب والدببة ومن الثلج والصقيعة، والآن مع حراس المعبد. لا أعرف شيئا يا أخي، لساني لا يقول ما في قلبي، وهذا ما يجعلني غاضبا.
وأين هو السيد أفشين؟ قال سيعود في المساء وإلى الآن لم يعد. هذا أيضا لا أعرفه أخي، لم أستطع فهمه أبدا، أتمنى ألا يخدعنا. هل صحيح أن قبيلة الكايلار أصيبت بالوباء؟ الوباء؟ وأنا تفاجأت بالخبر، لكن القائد ناصر قال أن رجاله من أخبروه بهذا. عند خروجي لم يكن هناك أي وباء، لكننا أمسكنا بامرأة حاولت تلويث طعامنا بدم مصاب. قالت لنا إنها من حراس المعبد. أولئك الرجال يظهرون في كل مكان. إن كان خبر إصابة كايلار بالوباء قد وصل قبلي، فهذا يعني أن حراس المعبد من فعلها. إلى أي حد أنت تثق بناصر؟ بعد الآن لن أثق بأي أحد موجود في القصر يا أرطغرل. عندما كنت سأمسك بالرجل الذي حاول قتلي، قف لا تقتل. طعنه ناصر من دون أي سبب. ذلك الرجل لم يمت، عالجته وحققت معه، والبارحة قتل نفسه أمام عيني. ما الذي تخطط لفعله؟ غدا صباحا سوف أخبر العزيز بوضع ناصر، فابن أختي حتما لن يغض النظر عن تنبيهاتي الآن. تلمسنها، إياكن أن تلمسنها، ابتعدن. يا إلهي سيدة إيبا، ماذا يحدث؟ أرجوك ساعديني، أرجوك. كأن هناك شيئا يضايقك، هيا قولي لي ما هو. ها؟ بصراحة أخاف أن أتكلم، فلا يعجبك الكلام؟ أسماء تكلمي. شهاب الدين. لم أفهم، شهاب الدين؟ هل فعل شيئا معك؟ أم أنه؟ لا لا، ليس هكذا. بالنسبة له أنا مجرد خادمة يمكن أن يثق بها، لكن ما يخيفني هو أن أقع في الأخطاء بسبب ثقته الزائدة بي يا سيدي. إنه يثق بي أكثر من أي شخص، ولا يتردد أن يخبرني بالأسرار التي يخفيها عن الكل، وحتى أمر القاتل أخبرني به أيها السلطان. كنت آخذ له الطعام كل يوم، وآخر مرة الرجل المسكين صار الزبد يخرج من فمه ثم مات. على الأغلب تسمم أيها السلطان. ولماذا لم تخبريني أسماء؟ لقد خفت أن أموت. ما علاقة موتك بهذا؟ شهاب الدين، على الأغلب أنه وضع سماً في الطعام الذي أحضرته لذاك الرجل. هذا يعني أني بيدي
لقد قتلت ذلك المسكين يا سلطان. سلطاني، أعرف أن ذاك الرجل مذنب، لكن لماذا لم يعاقبه هو بنفسه؟ لما أخفى الحقيقة عني؟ صدقني حتى هذا اليوم أنا لم أؤذي نملة. ليل أسود، عشق أجود، وظلام يملأ القلب بنور وبعشق وهيام. يا حبيبي طال يومي وملأت صدري أسهام، أنت عشق يمسح ماضي الهيام، تحلو الدنيا بوجودك، تملأ الدنيا سلام، ومرادي أن أكون قربك فوق الغمام. هيمة. هيمة. أمي هيمة، أمي استيقظي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خيرا يا ابنتي؟ لا تخافي يا أمي، خير. الشاه سليمان هذا باسمك. سليمان، سليمان، أنا هنا بقربك. وهل قال شيئا آخر؟ لا يا أمي، لقد ذكر اسمك فقط. آهٍ يا ابنتي، سامحينا بحقك. أصبحت حالتك مزرية بسبب تعبك معنا، ولم تبقي بجانب أختك، وخرجت في طريق مجهول. ماذا تقولين أمي هيمة؟ سيدنا سليمان شاه هو مثل أبي أيضاً، ولديه حق علي أنا وأختي. ثم بعد وقت قريب سأصبح كنته. كلما نظرت إليكما أدعو الله وأطلب منه أن يرزقني أنا وأرطغرل عمراً كعمركم. عندما علمت أنك طلبتني عروساً لابنك أرطغرل سررت كثيراً. جوجي، لقد تأخر الوقت ونحن منهكون، هيا نامي وارتاحي يا ابنتي. لا تؤاخذيني أمي هيمة، أخطأت الكلام، أنا فقط. جوكجي يا ابنتي، هذا الأمر قسمة ونصيب، ولا يحدث فقط إن أراد الشخص أن يحدث، وما كتبه الله علينا في قدره سوف يحصل، هل فهمتي؟ هيا لنرتاح قليلا يا ابنتي، هيا ننام. Ah!
تخف أيها الأمير، فأنت لن تجلد مثله، أنت تنحدر من عائلة نبيلة. اتركوا تورغوت رجاء. صاحب الدم الأصيل لا يحزن على مصير خدمه ولو رآهم يعذبون، هو فقط إن انزعج من مشاكلهم يحاول حلها. يا عظيم الشرف، لماذا لا تقتلونني؟ الأمر ليس بهذه السهولة أيها التركماني، سوف تتوسل لكنك ستعيش، لكن بالطريقة التي أريدها أنا. روحي واحدة وهي أمانة من الله، فكيف تستطيع أن تخيفني؟ في بعض الأحيان الإنسان يخاف من نفسه أيضا، لكنه إن لم يخف من نفسه فسيخاف على أرواح الناس الذين يحبهم. هل أنا مخطئ جيوفاني؟ آهٍ يا بطل، لا تثق في شبابك وشجاعتك، فهنا لا وجود لهما. صدقني، لن يسمع أحد صوتك غير رب العالمين فقط. يا الله، كن عونا لي لأقاومهم. كلما أصبحت يائساً فتذكر بأن الله هو القدير، وعندما تجوع فتذكر أن الله هو الرزاق ولا يتركك. يا رب، رب العالمين بكل لحظة معك، لا تنسى هذا، واعلم بأنك الآن في مدرسة رسول الله يوسف، وإن بقيت تفكر وحدك فستصل إلى حالة تخاف فيها من نفسك على نفسك. لم أنجح فيه مع جيوفاني، سأنجح فيه مع هذا التركماني السافل. ولكن كم من الوقت يحتاج برأيك سيدي؟ بحسب ما هو مكتوب في الكتاب يستطيع التحمل 40 يوماً فقط. وبعد ذلك؟ أنا لم ألحظ قدومك يا عزيزي توماس. أنت كملك الموت تأتي دائماً بشكل مفاجئ. كيف حال ضيوفنا؟ إنهم الآن يستريحون في قصوري. وهل ستنتصر بواسطة الفئران التي تسجنها؟ حتى أنا لم أعد أفهمك يا بيتروتشو. عزيزي توماس، أنا لا أتدخل في أعمالك التي تقوم بها في أوروبا، أنت أيضاً لا تتدخل بأعمالي هنا. هذا خيارك، كنت أحاول أن أقنع البابا بالحملة الصليبية الجديدة لك. يوم ما سأحصل وبكل تأكيد على أمانتنا التي سرقت من صندوق المسمى ابن العربي، وأقسم باسم المسيح المقدس أنني أرى هذا اليوم، وإعادتها لن تكون على يد تيتوس وأمثاله، ستكون على يد ذلك التركي الذي سينفذ ما أطلب بمجرد أن أشير له بيدي دون أن يعصي الأمر. وكيف ستفعل هذا؟ بواسطة أسطورة آسيا القديمة.
بقي لنا القليل لكي نجمع ثمار عملنا، فالمربي بالنسبة للعزيز الآن من الأموات. كل حلبة ستذكر شهاب الدين على أنه الخائن الذي عمل مع الصليبيين، وأنا سأظهر هذه الخيانة للعلن وأصبح أكثر رجل يثق به سمو الأمير في القصر. وماذا عن أرطغرل؟ أقصد الكايلار وموضوع وطنهم، سوف يحل اليوم صحيح؟ أترك الأمر لي، فالعزيز الآن أصبح عبارة عن دمية ألاعبها بأصابعي، وأرطغرل اليوم سوف يخرج من قصر الأمير وهو يخسر كل ما يملك. ليس هذا المطلوب، أنت مخطئ. أنا أريده أن يفهم أنه خسر ما يملكه عندما يبدأ بمواجهتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن. أرطغرل، إنك لن. يا الله! أرطغرل انتبه. أرطغرل انتبه. الحمد لله، وضعك تحسن. أبي، أين هو يا جيت؟ هل حدث شيء له؟ قل لي أين هو. اطمئني، اطمئني يا ابنتي، اطمئني. هو مع المحاربين. اهدئي، هكذا سينزف جرحك. أين نحن أبي؟ وصلنا إلى حلب يا ابنتي، نحن في مكان آمن. لما لم يأتي يا جيت إلى هنا؟ أنا أريد أن أرى أخي. إن شاء الله سترينه غدا. هيا الآن نامي قليلا، نامي كي ترتاحي. يا رب أرفق بحال الأبرياء واجمعنا بولدي يا جيت وهو سالم معافى. الخادمة قالت لك الحقيقة، ذلك الرجل قد تسمم حقا سمو الأمير. أكجاكوجا، هذا الوباء ما حجم خطورته؟ ألم نتلف عشرات الحيوانات للتخلص من هذا المرض؟ نعم سيدي، فعلنا ذلك، ولكن هذا الولد الصغير لم يرد أن يفارق الحمل فخبأ. غدا سنبدأ الرحيل، ماذا سيحدث لهؤلاء؟ سيدي، لقد فعلنا كل ما بوسعنا من أجلهم، وسيعيشون 3 أيام أو أكثر. وهل سنتركهم خلفنا؟ أنا سأبقى معهم، أعرف أنني لن أنفعهم بشيء سيدي، لكن على الأقل أخفف عنهم الألم. أكجاكوجا، هناك من يرفض الرحيل، وأنا يجب علي أن أتكلم معهم بسرعة، لأنهم إن بقوا هنا سنقع في مصيبة. يجب عليهم أن يعرفوا ما قد حدث.
هيا كان الله في عونكم. سمو الأمير، أحضرت رسالة شكر من قبيلتنا على منحك لنا وطنا هنا. سمعت بعض الأقاويل عن وضع وأحوال قبيلتكم، هل لديك رد على هذا يا أرطغرل؟ تكلمنا مع مربيك شهاب الدين وكل ما قيل لك كذب. حراس المعبد الذين يرون اتفاقنا خطرا هاجمونا، والذين حاولوا تلويث مخيمنا بالوباء هم نفسهم من ينشرون هذه الإشاعات. أنت تكذب يا أرطغرل. الأعداء الذين ظننا أنهم على حدودنا فقط موجودون داخل قصرك، لكنك لا تعرف. سمو الأمير، ما الذي تفعله هنا يا ناصر؟ وأين سمو الأمير؟ يا حراس، كيف تتجرأ؟ أخبر العزيز أني سأراه. اهدأ أيها المربي، ما يفعله الحراس الآن جاء بأمر من الأمير، يريد تحقيق معك في موضوع. أين هو كوردوغلو؟ لا أعرف أين ذهب يا سيدي، قال لي اجمع باقي الأشياء وجهز نفسك كي نرحل، وقال سيحل أمرا مهما وبعدها ينضم إلى القافلة. سينضم للقافلة؟ أي أن السيد كورد أغلو سيهاجر معنا أيضا. البارغو تكلم، فسيدك يخبرك بكل ما يفعله. أقسم أنني لا أعلم، لكنه قال إن هذا الأمر يتعلق بالشاه ولم يقل غير ذلك. لقد اهتزت العربة كثيرا سيدة هيمة. نعم دلديمير، معك حق، جيد أننا استرحنا هنا،
فالحيوانات أيضا أنهكت من المسير. أتمنى أن يشفيه الله كي يدخل حلب على قدميه. إن شاء الله. سليمان، 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 هيا يا ابنتي ارجعي قليلا إلى الوراء كي يتنفس. هيا تكلم، لما لم يأتي الأمير إلى هنا؟ صدقني لا أعرف لماذا يتصرف سمو الأمير هكذا معك. ذهبت إليه وطلبت منه كثيرا أن يقابلك ورغم ذلك رفض، لكنه قرر منحك بعض الضمانات وقال إنه سيحاكمك محاكمة عادلة كي لا تظلم، وأيضا سيحرص هو شخصيا أن تكون هذه المحاكمة عادلة. هيا اذهب الآن يا ناصر. يا رب لا أكترث لنفسي، لكنني أخشى على العدالة، فلا تدع الظالمين ينتصرون. لو كانوا يريدون قتلي فليفعلوا، لكن احمي الناس الذين سيرفعون اسمك، وارفع كلمتهم عاليا يا رب. أيها البطل التركماني سيد أرطغرل، إن سمعتني لن تندم.
السيد تيتوس يقول لك إن النسر في القفص وبقي الذئب.